أهلا بكم. إذن بيانات اقتصادية مهمة تترقبها الأسواق العالمية التي تشهد أيضا عدم استقرار وتقلبات ما ترقب المستثمرين القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، وأيضا قبل صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي وهي المقياس المفضل للتضخم لدى الفدرالي يوم غد. منذ بداية التداولات تابعنا أسعار الذهب ترتفع تزامنا مع تراجع الدولار الأمريكي. أونصة الذهب حاليا مرتفع بنحو 0.7% عند 2523 دولار، لتقترب من المستوى القياسي المسجل يوم الاثنين الماضي عند 2555 دولار للأونصة. بالنسبة لأسعار النفط أيضا تابعنا ارتفاعات خلال تعاملات اليوم إثر مخاوف اضطراب المعروض العالمي بسبب توقف الانتاج في حقول شرق ليبيا، والتي ساعدت في الحد من أثار انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي. خام برنت عند 78 دولار للبرميل، والخام الأمريكي عند 74 دولار للبرميل. ننتقل لنلقي نظرة على المؤشرات الأوروبية. تابعنا ارتفاع غالبية الأسهم الأوروبية منذ بداية التداولات اليوم مع ترقب قراءة التضخم في ألمانيا عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ نظيره أيضا في إسبانيا خلال شهر أغسطس. نلاحظ المؤشرات الأوروبية جميعها تشهد ارتفاع يصل عند يوروستوكس إلى 4964 بتقريبا 0.6%. المؤشرات اليابانية اليوم مستقرة رغم تراجع أداء قطاع التكنولوجيا على خلفية صدور نتائج أعمال إنفيديا الأمريكية يوم أمس. مؤشر نيكي أنهى الجلسة متراجع مستقر نقدر نقول عن 38362 نقطة. للمزيد من التحليل ينضم إلينا في استوديو السيد علي حمودي الخبير الاقتصادي. أهلا بك أستاذ علي. أستاذ علي، ما الذي يحرك الأسواق ويشغلها اليوم؟ يعني من الواضح صار لنا 24 ساعة في انتظار نتائج نفيديا، وهذه اللي كانت المحرك الرئيسي للأسواق. ما زالت تبهر بنتائجها الأسواق. هناك ارتفاع بالنسبة للأرباح للأسهم وأيضا أرباحها أيضا، ولكن مع أنه كانت يعني أكثر من المتوقع لكن لم تكن من الواضح كافية للمستثمرين. لذلك احنا رأينا تراجع في أسهمها. المستثمرين كانوا يتوقعون ربما تبهرهم أكثر من ما كان عليه. وأيضا كما تفضلت قبل قليل هناك بيانات مهمة في الانتظار، بيانات تضخمية وأيضا بيانات العمل سوف تصدر بعد قليل من الولايات المتحدة، وناتج القراءة الثانية للناتج الإجمالي الأمريكي للربع الثاني. من المتوقع أن كما كانت القراءة الأولى تعطينا نظرة بأنه الاقتصاد الأمريكي ما زال مرن، يعني ما زلنا عن توقعات 25 نقطة أساس في سبتمبر، ما زلنا على هذا الشيء. من الآن طبعا كل هذه البيانات سوف يأخذها الفيدرالي بالاعتبار، والأهم من ذلك الجمعة القادمة 6 سبتمبر بيانات الوظائف لشهر أغسطس. إذا كانت مخيبة للأمال مثل الشهر الماضي لو تذكرين، قد يعني الأسواق تغير من توقعاتها بدل 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس. نعم. طيب ماذا عن أوروبا؟ أيضا الأسواق أيضا تتوقع خفض للفائدة في شهر سبتمبر. نعم، يعني هناك يعني أغلب نسب التضخم في الاقتصاديات الكبرى في الاتحاد أو المنطقة اليوروزون هي فوق 2% بقليل. فهم ابتدوا قبل شهرين بخفض 25 نقطة أساس، من المتوقع أن يخفضوا في سبتمبر القادم، وتوقع ربما حتى في ديسمبر القادم، لأن هم لا يريدون أنه نسبة التضخم تتجه فتصبح حتى تحت المستهدف تحت 2%. فالبيانات الحد الآن ماشية في طريقها الصحيح. نعم. طيب إذا تحدثنا عن النفط والمستويات الحالية، برأيك المعطيات الحالية في الأسواق هل هي ممكن ستدفع أوبك لتغيير سياسة الإنتاج لديها أيضا مع ضعف الطلب الذي نشهده؟ يعني لا أعتقد، لأن هي أسواق النفط من الواضح تركز الآن على شيئين، على صحة الاقتصاد في الولايات المتحدة وأيضا الصين، فأكبر مستهلك وأكبر مستورد للنفط. احنا رأينا حتى مع العوامل الجيوسياسية حتى
حتى مع أخبار أنه إنتاج ليبيا سوف يتوقف كاملا، دعم تفاعلت إيجابيا أسعار النفط ومن ثم عادت لتركز على الأساسيات. فالأساسيات هي التي في الوقت الحالي تحكم في رأيي اتجاه أسعار النفط. نعم. طيب أيضا الذهب دائما يستفيد من خفض الفائدة الأمريكية، إذا ما تم الخفض في الشهر القادم، وأيضا الأسواق تترقب خفض في نوفمبر أو ديسمبر، برأيك يعني الآن أنصة الذهب عند 2500، هل سنشهد مستوى 2700 2800؟ يعني هذا أيضا كله يعتمد على البيانات التي سوف تصدر من الآن، لأنه هو الاجتماع 18 سبتمبر، فإحنا عندنا بيانات مهمة من الآن إلى 18 سبتمبر في الولايات المتحدة. كلما يعني مثل ما يقولون قد تكون هناك الباد نيوز تصير جود نيوز بالنسبة للذهب، إذا كانت سيئة جدا قد الآن تقنع نفسها الأسواق بأنه الفيدرالي يجب عليه أن يخفض 50 نقطة أساس، ولكن كلامك صحيح، الآن محتسب أنه 25 نقطة أساس نعم. الشهر القادم نعم. ومن ثم 25 نقطة أساس في نوفمبر. نعم. سيد علي حمودي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. سلام.